السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. خلونا هيك ننتظر دقيقتين ثلاثة لينضم باقي الشباب والصبايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا فيكم بجلستنا الجديدة من دورة صناعة المحتوى والإخراج الفني. المحاضرة الأخيرة تعرفنا على شيء جديد، وكان كثير هيك فعليا من صلب العمل وشيء عملي جدا. يعني بعد كل شيء هيك تعلمناه وكل شيء عملناه وكل شيء مرينا عليه، ف اليوم على تيسير الله راح نستمر بهذا الموضوع. راح نتعلم أكثر عن موضوع كتابة المحتوى، بالإضافة راح ناخذ تمارين عملية. اليوم راح يكون شوي عندنا شغل أكثر، راح يكون في عندنا شغل أصعب. ليش؟ لأنه نحن عم نحكي عن الفيديوهات. لكن قبل ما نحكي عن الفيديوهات، من الضروري أنا برأيي إنه ناخذ بعض المشاركات من الناس اللي اشتغلوا على الشيء اللي بعثت لكم إياه. يعني الشيء اللي بعثت لكم إياه آخر شيء، مين اشتغل عليه؟ هاتوا نشوف. أحمد فوراً. برافو أحمد، تفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام. حياك الله أستاذ محمد. أنا كتبت عن شركة سياحة. حلو كثير. هلا عندي العنوان الرئيسي سحر الطبيعة، تحت عنوان إنه سحر الطبيعة، العالم بين يديك مع شركة شمس سياحية. حلو كثير. تمام. بجي شرح نص، يعني تجربة سياحية متميزة وفريدة في تركيا. بجي عنا هون قسم الميزات: برامج سياحية متنوعة ورحلات استكشافية، فلل الفاخرة، تأجير سيارات بدون سائق، مرشد سياحي. وبجي عنا في مثل عندي يكون شيء هذا مميز، خدمة 24 ساعة مع حسومات للعملاء والسواح الجدد. وبجي عنا يعني بنضع صورة ضمن من هذا الشيء، بنحط صورة معبرة عنها، لوجو الشركة بيكون بالزاوية، وبتحط عنا العنوان والتواصل والباركود يعني والمواقع، موقع الشركة. هلا والله كثير حلو، يعني الله يعطيك العافية يا رب. لكن في عندي ملاحظة واحدة، اللي تفضل هي أستاذ. انه في شوي يعني انت مكتر بالكلام هلا هو أنا ضمن حاولت التصوير. قدر الإمكان أنه أخفف من الكلام عشان يطلع هالشي معي. هلا انت بدك تحاول انك انت ما تكتب كل هاي ميزات. هلا هاي هي ما ميزات، هي خدمات. فنحن يا جماعة لما بيكون في عنا هاي خدمات متنوعة، ممكن نكتب كميزة اسمها خدمات متكاملة. بعدين كل خدمة من الخدمات ممكن نفرد لها منشورات خاصة فيها. يعني تأجير السيارات في إلى شيء خاص كذا، يعني كل شيء له شيء. إلا في حال أنت إذا ناوي تعمل مثل إعلان واحد فيه كل خدماتك بس مرة، إنه بهالطريقة هاي أتفق معك، لكن دائما لازم تكون انت مختصر اكثر من هيك. تمام؟ هو أنا حاولت أختصر قدر الإمكان، طلع معي هيك. يا سيدي الله يعطيك العافية يا رب، نعم، سلم ايديك. كمبتدئ يعني حاليا. الله يسلمك يا رب، بالعكس الله يعطيك العافية، ما قصرت. الله مين كمان؟ يعافيك. في حدا تاني هيك بيحب يشاركنا؟ في حدا يرفع ايده يشاركنا ولا خلاص؟ ما في حدا. لا لا لا، ما توقعت تتسابقوا على رفع الأيادي، بس والله هيك كأني ما كأني بكون تخزنوني. طيب ما هي مشكلة. طيب يا جماعة، بعد ما نحن امبارح حكينا بموضوع الصور، اليوم جايين نحن نحكي بموضوع كتير مهم اللي هو موضوع الفيديوهات. شوفوا الفيديوهات يا جماعة فيها شغل أكتر. ليش؟ لأنه أنت عم تكتب 100 كلمة 150 كلمة ليطلعوا دقيقة للدقيقة ونص. يعني إذا نحن عم نحكي عن فيديو إعلاني متكامل، طيب
هلا نحن بجوز نكتب أقل على حسب نحن الرسائل اللي نحن بدنا نوصلها للجمهور. فنحن اليوم جايين نحكي عن موضوع الفيديو، بدي منكم تركزوا معاي شوي لأنه في تفاصيل أكثر من الصورة. الصورة نحن كان في عنا التصميم، يعني كان في عنا عدة شغلات. أول شيء الصورة، وفي عنا الصورة أصلا نحن ما بنكتب لها شيء، في عنا موضوع العنوان الرئيسي، العنوان الفرعي، الميزات، الكول تو أكشن. لكن نحن هون عنا بصراحة كلام أكثر، عنا شغل أكثر، عبارات ننقية أكثر، في عنا تسلسل زمني من نمشي عليه. طيب تعالوا نشوف إيش الأشياء اللي اليوم نتعلمها بموضوع الفيديو. أول شيء لازم تعرف إنه يا جماعة بداية الفيديو هي الأساس لنجاح الفيديو أو فشله. يعني أنت اليوم لما بيطلع فيديو بيوتشك، في ميزة بمنصات التواصل الاجتماعي، طبعا هي ميزة كتير مهمة، اللي هي إنه التشغيل التلقائي للفيديو. يعني أنت ما بتوصل للفيديو بتنقر عليه ليشتغل، أنت مجرد ما توصل على المنشور اللي بيحتوي فيديو، فهو إيش بيصير؟ لحاله الفيديو بيشتغل. وهاي الميزة كتير مهمة. ليش؟ لأنه هاي الميزة يا جماعة هي اللي بتخلي العميل يسمع ويشوف بداية الفيديو، اللي هي على سبيل المثال 4 ثواني، 5 ثواني، هي تقريبا هيك. فلذلك هاي يا جماعة، هاي المرحلة من الفيديو اللي هي مقدمة الفيديو، هي إما بتقول له للعميل أو للجمهور المستهدف أو للشخص اللي طلع بيوتشو الفيديو تابع بالفيديو، لا أما إيش بتقول له فعليا، لا أما بتقول له غير الفيديو، هذا الفيديو ما أنا من ضمن اهتماماتك بالحياة. فلذلك أنت ببداية الفيديو، إيش بدك تعمل؟ بدك تنقر على ألم العميل. ونحن إيش قلنا ألم العميل؟ إما احتياجه أو مشكلة عم يعاني منها. فبالتالي يا جماعة، أنت أول ما يبدأ الفيديو بدك فورا تركز له أو تقول له إنه هاي مشكلتك أو هذا احتياجك، أنت معانا هلأ هون. فبالتالي يا جماعة إذا هو سمع هذا الكلام، فهو هلأ رح يعرف، رح يطلع عليك والله أنا هاي مشكلة بعاني منها، أو فعلا أنا عندي احتياج من هذا الشيء. فهون إيش ممكن؟ هو ممكن يكمل بالفيديو. لكن أنت حط حالك محل الجمهور المستهدف، أنت كشخص مستهلك للسوشيال ميديا، لما بيطلع لك فيديو وما بيكون من ما بيبين عليك بالأول إنه هذا عم يعالج لك مشكلة بحياتك، أو أو جاي بده يقدم لك شيء من احتياجاتك اللي أنت فعلا عم تبحث عنها، فخلص لحالك بتقطع الفيديو وبتعمل سكيب، بتروح للمنشور اللي بعده. فلذلك نحن إيش بدنا نبدأ؟ نبدأ ب أشو؟ بتسليط الضوء على ألم العميل. هاي فورا فورا بشكل مباشر. طبعا نحن من يومين لما كان في عنا هيك عم نشوف مقاطع فيديو، فشفنا انه احد مقاطع الفيديو اللي تفرجنا عليها كان عم بيقول عندك شركة او تطبيق موبايل او عمل تجاري، شوفوا فورا فورا هو خاطب العميل بالشيء اللي هو من اهتماماته، لانه انا عندي شركه. ايه عندي شركه فعلا. طيب وهون النقطه يا جماعه، انت لما بتخاطب العميل باهتمامه او بالمشكله او بالحل او بالاحتياج تبعه، طيب تمام، انا هلا بدال العميل بدي اتصور حالي بداله، والله سمعت ايه فعلا انا عندي شركه، طيب انتوا ايش كنت تقدموا لي؟ هون انت فورا لازم تطرح اسم خدمتك أو منتجك والحل اللي بده يقدمه للعميل. يعني أنا اليوم أنت عندك شركة أو عندك تطبيق موبايل، بنقدم لك مقطع فيديو ترويجي، شوفوا شلون فورا أعطيناه الخدمة اللي نحن بنقدمها أو المنتج اللي نحن بنبيعه. فهذا هون العميل
نحن ضربنا مرة ثانية على محور اهتماماته. بجوز أنا يكون عندي شركة على عيني وراسي، بس أنا ما عندي اهتمام إني أخذ من عندكم مقطع فيديو. فهوني إما أنا بكمل بالفيديو إذا عندي اهتمام، أو إذا أنا ما عندي اهتمام إيش بعمل؟ بنتقل للفيديو اللي بعده. لكن أنا كشخص عم بيصنع الفيديو، لازم إني دائما عم بطرح له معلومات لهذا الشخص اللي قدامي، تخليه يتابع الفيديو أكثر وأكثر. شوف الموضوع لحد الآن ما نو صعب. خلونا نحن قبل ما نكمل، خلونا نحن قبل ما نكمل بهذا بهذا الكلام، خلونا نرجع ونشوف مقطع الفيديو اللي شفناه من محاضرتين. شوفوا شلون، خلونا بس أول خطوتين نتابع ونشوف شلون هني حكوا أو فعليا توجهوا بهاي الطريقة. خلونا نشوف شلون. ثواني. تمتلك مؤسسة أو منتج تجاري أو تطبيق إلكتروني وتبحث عن طريقة لجذب العملاء لمنتجك؟ نصمم لك فيديو موشن جرافيك احترافي يزيد من جذب عملائك مع تعليق صوتي جذاب. طيب شوفوا شلون، قالوا له أنت عندك شركة أو كذا وكذا، طيب أنا عندي. وتبحث، شوفوا هون سلطوا الضوء على احتياجه. وتبحث أو تريد ترويج منتجك أو خدمتك، يعني أنت هذا احتياجك، من قدم لك أشو؟ فيديو موشن جرافيك. وبعدين استمروا بالفيديو. ففي حال كان الشخص اللي عم يتابع الفيديو من ضمن اهتماماته هذا الكلام، شو بيعمل؟ بكمل بالفيديو. هلا هون شوفوا، بس انتو قطعتوا هاي المرحلة وضل العميل عم ضل العميل عم يتابع الفيديو، معناته انتو هلا شو عملتوا؟ معناته انتو فعليا وجهتوا احسنتوا وصالوا للعميل، فالعميل مهتم باهتمام جدا او اهتمام بالغ بقى بالخدمه او المنتج اللي انت عم تقدمه. هلا هون بامكانكم بقى تأسهبوا شوي بالمعلومات، يعني نحن نشوفه ألم العميل واسم الخدمه والمنتج، ما لازم يطولوا اكثر من 7 8 ثواني لل10 ثواني. بس بعدين اذا اخذنا 20 25 30 ثانيه او اكثر من هيك بشرح ميزات خدماتنا او منتجاتنا، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه أصلاً نحن العميل اللي وصل لهون هو عميل مهتم بالفيديو اللي نحن صنعناه، مهتم بهاي الخدمة والمنتج، فهو هلأ مهتم إنه يعرف الميزات والخدمات. فشوفوا شلون، أنتوا بلشتوا هون تستعرضوا ميزاتكم وخدماتكم. على سبيل المثال، أنت بحاجة، أنت عندك شركة أو متجر إلكتروني وعندك وحابب انك تروج خدماتك ومنتجاتك، من قدم لك مقطع فيديو موشن جرافيك مثلا، هاي انت احتياجه مع الخدمة. هلا هون بقى بتبلش مع بقى هوني الفيديو تبعنا نصممه بأرقى، على سبيل المثال بأحدث التصاميم، لدينا تعليق صوتي مختلف اللغات على سبيل المثال واللهجات، ويرافقه كذا، ومناسب لجميع المنصات، نقدمه لك بأبعاد متنوعة تتناسب مع الريل والكذا. هون انت بلشت تحكي له عن خدمتك ومنتجك. بس انت ليش بإمكانك تحكي أكثر؟ لأنه انت إيشو؟ لأنك انت خلص ضمنت إنه هذا الشخص اللي وصل لهون عنده فعلا اهتمام. هلا انت قبل ما تنهي بقى الفيديو تبعك، قبل ما تنهي الفيديو تبعك لازم ترجع توجه له رسالة للعميل تلامس احتياجاته مرة تاني، لحتى تذكره انه انت ليش كنت عم تتابع هذا الفيديو. فمثلا احنا حكينا له هذا الكلام مع الميزات، هون ايش بقى بنقول له؟ حلق في عالم الانترنت وفي عالم المنافسة، على سبيل المثال في عالم المنافسة تميز عن منافسينك واطلب منتجنا الآن عبر التواصل معنا كذا. فشوفوا شلون انت وجهت رسالة للعميل
بشكل مباشر، تميز عن منافسينك وزيد من مبيعاتك عبر الحصول على مقطع فيديو موشن جرافيك على سبيل المثال. يمكنكم التواصل معنا الآن للاطلاع أكثر على أو لطلب فيديو أو لعقد اجتماع، اللي هو بقى أنت الشيء اللي بدك إياه بتقوله للعميل. هلا هون وجه رسالة للعميل، وبالأخير بتنهي بالسيتي اي اللي هي على سبيل المثال ايش بتقول له؟ بتقول له تواصل معنا، اطلب خدمتك، اعمل اللي هو. هلا هون طبعا ما ننسى انه ضمن الفيديو لازم نضيف وسائل التواصل. هاي نقطة مهمة كتير، ما بننسى انه وسائل التواصل المباشرة معنا تكون موجودة بالفيديو، بحيث انه اذا حب هو يوقف الفيديو يشوف رقمنا او يشوف الايميل او هاللي الطريقة اللي انت بدك اياها يتواصل فيها معك العميل. هلا هون في نصيحتين كتير مهمات. الاولى اللي هي انه ما تخلي اعلانك يكون اكثر من دقيقة ونص، يعني بالكتير دقيقة، يعني حتى دقيقة ونص معناتها انت خدمتك فيها تفاصيل كتير. مثلا بجوز انت عندك معهد فيه كتير دورات، فانت مثلا عم بتطلق دورات لمهني، فعندك دورة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، فممكن يكون الفيديو تبعك طويل. لكن ممكن انت تكون خدمتك او منتجك عندك عم بتروج لخدمة وحدة او لمنتج واحد، ما لازم تطول اكثر من دقيقة بالفيديو تبعك. الشغل الثاني، خلي من اعلانك بتوافق مع سلوك العملاء على كل منصة. شلون يعني؟ يعني اليوم انت لما بتجي بتقول انا بدي اصنع فيديو للتيك توك، فعلى سبيل المثال مستخدمين التيك توك هن مستخدمين شديدين الملل، هي واحد. اثنين، هن مستخدمين بيحبوا دائما يكون الفيديو سريع نيراني متحرك جدا، فهاي نقطة مهمة. مستخدمين الانستغرام اركز، بيحبوا يكون الفيديو تقيل، بيحبوا يكون الفيديو اكابر، يكون فيه هيك لقطات متزنة مانا كتير سريعة. فهاي نقطة كتير مهمة، لازم انت يكون الفيديو تبعك يتناسب مع سلوك العملاء على المنصة اللي انت بدك تنشر عليها الفيديو. زائد انه انت في شغلة مهمة، اصلا العملاء اللي انت عم تتوجه لهم بناء على عمرهم بيكون في منصة اني قاعدين عليها. فمثلا انت صاحب شركة، اصحاب الشركات ممكن يتواجدوا على الفيسبوك، على اللينكد ان، ممكن يتواجدوا اكثر على تويتر، ممكن كذلك امر يتواجدوا على انستغرام، لكن ليس بالطريقة اللي بيتواجدوا فيها على لينكد ان ويتواجدوا فيها على فيسبوك. وكذلك فئة الشباب انستغرام، سناب شات، تيك توك. فاصلا العمر هو بيلعب دور بتحديد المنصة الموجود عليها العملاء، وبالتالي تحديد سلوك هذول العملاء. فبالتالي يا جماعة هيك هاي قواعد أساسية. لكن بقى تعالوا على التطبيق. التطبيق هو شغل كتير كتير مهم وما أنا سهل أبدا أبدا أبدا. يعني التطبيق بصراحة راح ياخد منكم وقت، وراح ياخد منكم شغل، بحيث إنه أنتم فعلا تقدروا إنكم تكتبوا مقطع فيديو ولو كان بسيط. بس قبل ما نحن نروح باتجاه انه نحن نكتب مقطع فيديو، خلونا هيك نشوف مثلا نموذج ممكن انتم تتفرجوا عليه، ممكن تتفرجوا عليه مشان اشو مشان يساعدكم على موضوع الفهم بشكل اكبر. بس قبل ما نحن طبعا كمان ننتقل، انا راح اخذ منكم اسئلتكم. ليش؟ لانه بصراحه موضوع كتابه الفيديو، في حال انك انت تميزت فيه وقدرت فعلا تعرف انك تكتب مقاطع فيديو حلوه، بصراحه بتتميز بصناعه المحتوى عن الاخرين. ليش؟ لانه كتابه الفيديو يا جماعه بصراحه هي مهاره كتير مهمه. اليوم الناس تهتم بالفيديوهات، كتابة الفيديوهات كتير كتير، وهاي المهارة ما بيتقنها الشخص غير إذا كان فعلا صانع محتوى. لازم يكون صانع محتوى لحتى إيشو، لحتى يتقن هاي المهارة. فأنتوا إذا تميزتوا بكتابة الفيديوهات فعلا راح تكونوا قادرين على أنكم أنتوا
تخترقوا السوق بشكل أكبر من إنه لو أنتم ما بتعرفوا تكتبوا فيديوهات. طيب خلونا نشوف مقطع فيديو، خلونا هيك نشوف مقطع فيديو سوا. ثواني، هذا مقطع الفيديو اللي هلا بدي أفرجيكم إياه. هذا المقطع حقق مبيعات كتير منيحة، شوفوا. هام لكل أب وأم أبناء بالمدارس التركية، الدروس كتيرة على أبنائكم ولسه ما درسوا شي، والامتحانات على البواب ومو عارفانين شو بدهم يعملوا. منصة أستاذي الرقمية بتقدم لكم الحل مع خدمة الأونلاين لشرح المناهج التركية باللغة العربية. خدمة الأونلاين بتتيح لكم التواصل مع الأستاذ بشكل مباشر وبالوقت اللي بدكم ياه، وهيك بيكون فيكم تسألوا اللي بدكم ياه والإجابة بتكون عندكم بشكل مباشر. دروسنا مقدمة لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان. معنا مستحيل تصعب عليكم المناهج التركية، لأن كل الدروس والتمارين رح تكون مشروحة باللغة العربية. وكمان فيكن الرجوع لشرح الدروس بالوقت اللي بدكن ياه من خلال موقع ويب سلس بالتعامل وتطبيق موبايل مناسب لجميع الأجهزة. اتواصل معنا الآن واحصل على تجربة فريدة بعالم الدراسة عبر الإنترنت. منصة أستاذي الرقمية، بوابتك نحو التفوق. خلونا نشوفه مرة تانية والله من بعد إذنكم، مشان هيك يعني بدي منكم هلا بدي منكم شغلة، إنه أنتوا عم تشوفوا تحاولوا تحللوا المراحل اللي عدى فيها الفيديو، يعني حاولوا تشوفوا المرحلة الأولى وين انتهت، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، حاولوا تحللوا الفيديو ما بس تتفرجوا عليه. هام لكل أب وأم أبناء بالمدارس التركية، الدروس كتيرة على أبنائكم ولسه ما درسوا شي، والامتحانات على البواب ومو عرفانين شو بدهم يعملوا. منصة أستاذي الرقمية بتقدم لكم الحل مع خدمة الأونلاين لشرح المناهج التركية باللغة العربية. خدمة الأونلاين بتتيح لكم التواصل مع الأستاذ بشكل مباشر وبالوقت اللي بدكم ياه، وهيك بيكون فيكن تسألوا اللي بدكن ياه والإجابة بتكون عندكن بشكل مباشر. دروسنا مقدمة لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان. معنا مستحيل تصعب عليكم المناهج التركية، لأن كل الدروس والتمارين رح تكون مشروحة باللغة العربية. وكمان فيكن الرجوع لشرح الدروس بالوقت اللي بدكن ياه من خلال موقع ويب سلس بالتعامل وتطبيق موبايل مناسب لجميع الأجهزة. اتواصل معنا الآن واحصل على تجربة فريدة بعالم الدراسة عبر الإنترنت. منصة أستاذي الرقمية، بوابتك نحو التفوق. طيب هلا نحن بعد ما شفنا هذا المقطع الفيديو وتعرفنا على المراحل، خلوني أعطيكم إعادة هيك سريعة. أنت في عندك المرحلة الأولى للفيديو، هي المرحلة الأولى الفيديو هي المرحلة اللي إيش بيصير فيها؟ بتسلط الضوء على ألم العميل وبتخاطبه بشكل مباشر. يعني مثلا بهذا الفيديو شفنا هام لكل أب وأم أولادهم بالمدارس التركية، أو بالفيديو الثاني عندك شركة أو معمل أو كذا، أنت طالب بدك كذا، أنت خريج وعم تبحث عن عمل، وجه رسالتك قل له أنت نحن جايين لعندك، احكي له على مشكلته أو ألمه. يعني مثلا بهذا الفيديو شفنا شو عم نقول لهم، عم بيقول لهم انت اب هام لكل اب وام اولادهم بالمدارس التركي، اولادكم ما عم بيعرفوا بيدرسوا والامتحانات قربت، قالوا لهم انه هاي المكم، هاي مشكلتكم، هنيك قالوا لهم انتم احتياجكم انتم بدكم تعملوا ترويج لخدماتكم ومنتجاتكم. فبعدين هاي المرحله الثانيه، المرحله الثالثه اعطاهم خدمتك او منتجك. يعني انت بقى ايش بتقول لهم؟ بتقول لهم انه نحن جايين نعطيكم هاي الخدمه او هذا المنتج. بعدين المرحله اللي بعدها ايش بتقول لهم؟ بتقول لهم هاي تفاصيل خدمتنا او منتجنا. بالاخير بتعطيهم رسالي، بتوجه لهم رساله، على سبيل المثال تميز الان، اجعل اولادك من المميزين في مدارسهم عبر تجربه فريده بالتعلم عن بعد، تواصل معنا الان، هاي الكول تو اكشن بالاخير.
فبالتالي هاي مراحل اللي بيعدي فيها اي فيديو، اي فيديو ناجح. طيب هاتوا نشوف يا جماعة مين عنده سؤال او مين واضح بالنسبة له هذا الكلام. يعني نحن 107 اشخاص هلا موجودين بالتدريب، اذا ما اجتني 100 رسالة على الشات ما راح اعتبر انه انتم بالنسبة لكم كنتوا معي اصلا مركزين. وين الباقي؟ طيب كتير كتير حلو. هلا نحن ايش بدنا نعمل؟ ايش بدنا نعمل هلا؟ نحن هلا بدنا نعمل تمارين عملي. نحن هلا نعمل تمارين عملي، وقبل ما نعمل تمارين عملي بدي اخذ مشاركاتكم، يعني اللي عنده سؤال او شيء راح اسمع منه. ليش؟ لانه الموضوع كتير كتير مهم. هاتوا نشوف، ناخذ مشاركة عمر وبعدين مشاركة ملك. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية أستاذ كريم. السلام. في عندي استفسار بالنسبة للورشة السابقة، وأيضا متكرر هذا الاستفسار بهذه الورشة. هو موضوع شعار المؤسسة أو الشركة اللي نحن حابين نسوق لها. هل في طريقة معينة لعرض هذا الشعار؟ هل هو مثلا له مكان معين سواء بالتصميم أو بالفيديو؟ هل يفضل بالفيديوهات تبلش أول شيء نحكي عن المؤسسة؟ إذا كنا نحن حابين مثلا نحكي عن مؤسسة خيرية، نبلش بالشرح عن المؤسسة، نبلش بشعار المؤسسة، ولا لا نخلي أول شيء نحكي عن الخدمات وآخر شيء نختم بشعار المؤسسة؟ هاي بالنسبة للفيديوهات. بالنسبة للتصميم، في حال مثلا احنا عندنا مثلا شركة خاصة بالجوالات وإلى هاي الشركة شعار، فهل الأفضل إنه نحط شعار المؤسسة بالزاوية اليمينة في الأعلى، لا بالزاوية اليسارية؟ هل يفضل لا تكون في الأسفل؟ هل في إلى أبعاد معينة؟ الله يعطيك العافية، معذرة سؤالي شوي طويل. الله يعافيك يا رب. هلا اول شيء انت على حسب نوع الفيديو اللي عم تعمله، يعني اذا فيديو اعلاني ترويج لخدمه او منتج بدك تمشي بالطريقه اللي هلا حكيناها. اذا هو فيديو تعريفي اللي هو مثلا والله نحن جايين نعمل فيديو تعريفي عن منظمي او هيك، فهو بيمشي بطريقه تانية، يعني فورا ببلش بيقول بيحكي عن المؤسسة، بيذكر اسم المؤسسة، بعدين بيحكي مثلا والله تأسست بالوقت الفلاني، هاي خدماتها، هاي أهدافها، هاي أعمالها، هذاك حكي تاني تماما. الشيء الثالث موضوع الفيديو، موضوع اللوجو، أنا بشوف إنه لازم ينحط بس بالأوترو، يعني ينحط آخر ينحط آخر هذا آخر الفيديو، وممكن على حسب نوع الفيديو ينحط أثناء الفيديو هيك فوق على الزاوية. بخصوص موضوع التصميم وين لازم ينحط اللوجو، هذا مو معيار، ما في شيء اسمه شيء أفضل من شيء. على حسب التصميم، المصمم هو بيختار المكان المناسب. وهل له حجم؟ لا ما له حجم محدد، المهم يكون واضح، ما يكون كتير صغير ولا يكون كتير كبير. يعني هاي الشغلة بيحددها المصمم أكتر، بس يعني مثل ما قلت لك ما في معيار محدد، ما في مقاس محدد. طيب خلونا ناخذ ملك، تفضلي. يعطيك العافية أستاذ محمد. الله يعافيك. أستاذ أنا عندي كذا نقطة. الأول شيء بفيديوز الإعلانات بيكون دائما تركيزهم على الباك جراوند أو على الجرافيك ديزاين، وأنا أشتغل يعني شغلي كان بالأفلام القصيرة، بس تركيز على التفاصيل أكثر من باك جراوند، فأنا ما بقدر ركز على هي النقطة وأشتغل عليها كتير صح، فكيف بدي أعززها؟ وتاني سؤال هو انه هون عاملين الجرافيك ايموشنز والباك جراوند انه هي بتناسب. نعم ايش قصدك بالباك جراوند؟ يعني خلفية الإعلان والألوان وهيك، مثلا المرة الماضية ب تمام تمام موصل. اي مثلا المرة الماضية بإعلان الآيفون كان في عند الباك جراوند حاطين انه انت بتنتقل من لون للون، وهذا الشيء بالأفلام اسمه الحبكة الدرامية والانتقال الدرامي،
وهذا كتير كتير بيجذب الواحد. يعني أنا فيني أفهم من دون ما أكون مثلا حدا بيفهم بالإنجليزي، قدراني أفهم إنه أنت تنتقل من مرحلة كتير ضئيلة بالاستعمال للموبايل أو بالابليكيشنز موجودين لمرحلة كتير منيحة. أنا كتير أدفايزز في هيك شيء. أنا وأنا هاي شوفه النقطة ما بعرف كتير وظفها بالإعلانات عندي، بالأحرى إنه أنا ما بفهم فيها كتير. يعني كيف إنه هذا جمهوري مثلا، يعني هذا الإعلان يستهدف مو بس مثلا الأهل، لا هو بيستهدف مثلا التينيجرز اللي عمرهم 14 15 13 قادرين إنه هن يحبوا فعلا يتفرجوا على هيك شيء ويفهموا شو القصة. وأنا هاي شوفي النقطة لانك عندي كتير سلبية. هلا راح احكي لك شغله مهمه. نحن هلا جايين بصراحه، نحن عم نحكي عن صناعه المحتوى من باب كتابه نحن المحتوى، نحن بنكتب السيناريو. يعني هلا انا هون انا راح ارجع افتح لك المايك مشان اذا حبيت تناقشين بشي. هلا نحن هون عم نحكي عن كتابه السيناريو، لكن موضوع تصميم الفيديو وكيف اخراج الفني للفيديو بصراحه نحن هلا هم ما عم نحكي عنه. لكن انا راح احكي لك شغله، انا اعطيتكم نصيحه، قلت لكم لازم الفيديو يكون يتناسب مع سلوك العملاء، مع اهتماماتهم، مع العملاء ذات نفسهم، مع المنصه اللي انا عم بحط عليها الفيديو. اليوم الفيديوهات الجميله صارت تاخذ منحى بعيد شوي عن الموشن جرافيك بصراحه، صارت تاخذ منحى الفوتج، صاروا يجيبوا فيديوهات يصوروها تصوير او يجيبوا خامات من الانترنت ويستخدموها مع تعليق صوتي مناسب. هلا هذا الترند هو اللي ماشي حاليا، الجذاب، هو فعلا جذاب للنظر اكثر من الموشن جرافيك. الموشن جرافيك هو مناسب مثل ما انت كنت عم تحكي هلا نقطة مهمة لليافعين على سبيل المثال، مناسب لبعض الخدمات. يعني لما انا بكون عم بعمل اعلان لروضه، هو شيء ولاده، هو شيء فريحه، فانا ممكن الموشن جرافيك هون يكون احسن من انه انا استخدم فوتج فيديو عادي او خامات من الانترنت. افضل شيء انك تصوري تصوير، ان يكون انت عم تصوري ضمن بيئتك، ضمن البيئة اللي انت فيها، الشركة او الروضة او المدرسة او شيء، مع تعليق صوتي. تاني افضل شيء انا برأيي هو الموشن جرافيك مع الخامات اللي من الانترنت. اما موضوع الاخراج الفني وهيك، فانا بنصحك انك تتابعي على سبيل المثال بعض الاشخاص، انا ممكن نزودك ببعض قنوات اليوتيوب لتساعدك بهذا الموضوع. اذا بدك بس ابعتي لي على الواتساب او ذكريني على المجموعة، وأنا ببعث لك حدا أو أشخاص بيحكوا بهاي القصص من ناحية فنية، بيحكوا من هاي بقصد موضوع الفيديو. تمام، الله يعطيك العافية. هلا في شيء، في بما انك قلت لي مسموح اني ناقش، بدي اقول لك شيء. بس شغلة انه احنا اول ميتنج حكينا انه فينا يعني نحط شخصيتنا او نفرض شخصيتنا بالاعلان. انا كيف بدي اوظف هذا الشيء اذا انا مثلا عم بصور شيء لمطعم مثلا بيقدم كله لحوم وانا ما بطيق هاي المناظر مثلا، او حدا نباتي؟ كيف بدي اوظف هذا الشيء؟ او كيف بدي افهم هذا الجمهور وانا اصلا يعني ماني من محبين؟ إذا أنت مانك من المحبين اعتذري عن العمل، لا تسلمي. إذا أنت مانك تمام، عرفاني يعطيك. توصفي، شوفي إذا أنت مانك عرفاني توصفي، بس أنا عندي شغف مثلا إني أشتغل فيه هيك يعني. أنا فهمان عليك. الفكرة هي يا جماعة، شوفوا هاي نقطة كتير مهمة، ما بعرف أنا حكيت لكم يمكن هيك بأول محاضرة، قلت لكم لازم أنتوا تشتغلوا الشيء اللي بتعرفوا تشتغلوه واللي بيناسب قيمكم ومبادئكم. يعني إذا أنا حدا نباتي وما بحب اللحوم، ليش أنا أروح أشتغل الشغلة إلا إذا كنت مضطر كثير 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 ماديا؟ إلا أنا الأفضل إني خلاص أعتذر عنها، أنا ما راح أعرف وظيفة، فأحسن ما أروح أمسكها وأضرب اسمي وسمعتي وأنا أتأذى كمان نفسيا إذا أنا عم بشتغل شغلي أنا ما بحبها، لا بعتذر عنها أفضل. لا، في نقطة طيب تانية. أنا في مثلا حال انا هون، انا بس اقول لك شغله، في حال انا لا مضطر اني امسك هذا الشغل، بروح انا بشوف اعلانات ناس تانيين بصراحه، بتعلم منها وبحاول اني ما اقلدها
اني اتبع نفس خطواتهم. يعني مثلا اذا انا شفتهم بمقطع فيديو لترويج للحوم، والله في مقطع فيديو اثناء الفيديو في مثلا حدا عم يفرم لحمي، سجل عندي انه مقطع فيديو لشخص يفرم لحمي، مقطع فيديو لشخص عم يرش فلفل فوق اللحمي، بكتبه مثلا تغليف اللحمي، هني عم يعملوا تغليف للحمي، بروح بشوف انا بقى مثلا 10 فيديوهات اعلاني لهذا الموضوع، وايش بعدين بعمل؟ وباخذ منهم الشيء اللي هني عم يشتغلوه بكتبه عندي، وبعدين بروح بوظفه ضمن الشيء اللي انا مطلوب منه. يعني لازم انت يكون عندك هذا اللي نحن بنسميه تغذية بصري. تمام، يعطيك العافية. لا معليه معليه، كمان بس سؤال هيك على الماشي إذا تفضلي. ممكن. أنا هلا اللي عم بشوفه إنه نحن عم ناخذ عملية تسويقية أكثر من إنه نحن نركز على الإعلان إلا بآخر محاضرتين. أنا هلا كيف إذا مثلا حابة عن جد إني أشتغل بالواقع، كيف بدي أقدر أميز أنا كيف إنه حأفرق بين إنه هذا تسويق وهذا المحتوى اللي أنا بس بدي إياه لإعلاني أكتبه وأقدر أخليه يظهر للعالم؟ شلون يعني ما فهمت؟ يعني هلا في انا مثلا عم تعطينا اياه المنتج والخدمات وكذا وكذا، هي كلها امور تسويقيه ما صح. ترويجيه مثلا، بس انا اي هلا صح. لو انا حرفيا حابه اشتغل بشيء مثلا، انا كيف بدي افرق بين انه هذا تسويق، يعني هذا الشيء انا ما لي علاقه فيه تمام تسويق يخليه للشركه او للمنظمه مثلا او للفرد، وانا بس بدي المحتوى الاعلاني، كيف بقدر انا بس بدي يعني بدون ما اخذ لي مثلا اسبوع رايح جاي على الشركه واقول لهم شو بدي اعمل وشو بدكم شو كذا كذا، بس حرفيا بدي كل تركيزي على اني انا اجذب الجمهور بس بدون ما يعني تجذب ما اروح. الجمهور، يعني انت قصدك بدك تعملي محتوى خاص فيك انت مو للشركة؟ لا للشركة أكيد، بس إنه يعني بيكون عندي نقطة إنه أقدر أفرق شو يعني التسويق وشو الشيء اللي أنا فعلا بدي إياه للإعلان. هلا شوفي، اذا انت ما رحتك كنت عم تقولي انا احسن ما اروح اجي على الشركة واخذ منه معلومات، هذا لابد منه، هذا لابد منه، بدك هذا أكيد تتعذب أكيد لابد كثير. منه، بس أنا قصة إنه يعني فكرة التسويق، تسويق المنتج غير عن اعلان المنتج هلا بهذا الوقت، وخصوصا انت عم تحكي بموضوع الفيديو او احنا بنركز على الفيديو مثلا على شيء حرفيا يكون عاطفي اكثر من انه يكون تسويقي. طيب انت عم تحكي هلا بشيء اسمه محتوى اعلاني، وفي عنا محتوى تسويق، وفي عنا شيء اسمه محتوى قيمي. نحن هدول 3 انواع من المحتوى، انا هذا الاصل هدول نحن فرق رح بينهم. ناخذهم بالتفصيل، تمام اشو يعطيك الفرق العافية، تمام بيناتهم واشو هدف كل واحد منهم وشلون انا بوظفه بخطط التسويقي. بالضبط. This is my important point. Thanks. شكرا لك. اهلا وسهلا. طيب إلهام، كنت عم تقولي عندك مشاركة، فتحت لك المايك، تفضلي. إلهام، فتحت لك المايك. طيب في سؤال عم بيقول، هل مشاهدات الفيديو العالي تعتبر نجاح للفيديو، ولا النجاح بيكون بالمبيعات اللي بتجي بعده؟ أكيد إذا فيديو لخدمة تجاري بالمبيعات اللي بتجي من بعد الفيديو، مو بالشيء اللي بالمشاهدات. أنا إيش استفدت إذا شاف الفيديو تبع 1,000,000 شخص بالأخير ما حدا اشترى، وإن شاء الله يشوفوه 10 ويشتروه 10، المهم أنا أبيع. طبعا أكيد هذا هو الأفضل. الهام كأني فاصل عند الإنترنت. طيب بس ترجع ممكن نحنا تشاركنا. طيب يا جماعة، هلأ بعد ما خلصت مداخلاتكم، إيش الشيء اللي نحنا هلأ بدنا نعمله؟ خلونا نحنا نبلش بتمريننا العملي، لكن وعلى نفس الشيء اللي تدربنا عليه المرة الماضية، حتى نحنا ما نضيع كتير ونكون عارفين حالنا إيش عم نعمل. رح نحكي عن خدمات السياحة. هلأ أنا إيش بدي منكم؟ ما تكتبوا لي الفيديو كله، بدي منكم تكتبوا لي المرحلة الأولى والثانية والثالثة. يعني المرحلة الأولى اللي هي
التركيز على توجيه رسالة للعميل مباشرة، إنه أنت تبحث على سبيل المثال، أنت عاشق للسياحة، تبحث عن رحلة سياحية، أنت رب أسرة وحابب بتطالع عائلتك سياحة بالطريقة اللي بدكم إياها. الثاني إيش هو احتياجه، اللي هو والله عم تبحث عن شركة تساعدك، حابب تروح على تركيا ما لك عارفان شلون، هاي مشكلته أو هذا احتياجه. المرحلة الثالثة اللي هو إن إحنا شركة كذا السياحي بنقدم لك خدمات متكاملة. بدي منكم تركزوا هلأ بس على دول 3 مراحل، يعني تحكوا عن المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وبعدين ممكن نحن نشوف شو هي المراحل الثانية اللي بعدها. شوفوا، كل ما اشتغلتوا أكثر صراحة، كل ما كان استفادتكم أكبر. فأنا هلأ بهاي المرحلة هلأ بدي أخذ منكم مشاركات كتير، يعني أي حدا بده يشارك رح خليه يشارك. ليش؟ لأنه هو الموضوع كتير كتير مهم. فهل أنتم جاهزين لأنه تبدأوا تكتبوا وتشاركوني؟ بدي مشاركات أكتر من هيك من بعد إذنكم. إذا جاهزين اكتبوا لي على الشات إنه نحن جاهزين بدنا نشتغل ونشارك، وفعلا أنتم هيك بتستفادوا أكتر. شوفوا، راح آخذ كل مشاركاتكم، اللي بده يشارك بالشات راح آخذه، أنا راح أقرأه، ولكن يفضل أنتم تفتحوا المايك، واللي بيحب يبعث لي إياها على الواتساب يبعتها، واللي بيحب يفتح مايك راح خليه يفتح مايك. بدي آخذ أكبر عدد ممكن من المشاركات. هلأ إيش المطلوب منكم؟ نرجع من عيده. المطلوب أول شيء كنت تكتبوا المرحلة الأولى والثانية والثالثة، اللي هني الرسالة الأولى للعميل، ألم ومشكلة العميل، وبالأخير الخدمة اللي أنتو بتقدموا له إياها للعميل بالصياغة اللي أنتو بتشوفوها مناسبة. كل حدا والصياغة المناسبة. هلأ مثل ما قلت لكم، بدي أخذ كل مشاركاتكم، اللي بيبعت على الشات يبعت، واللي بيبعت على اللي بيبعت على الواتس يبعت، واللي بيبعت واللي بيفتح مايك يفتح، ما عندي مشكلة بالكل. أوكي يا جماعة، بس هلا لما سألتكم جاهزين، ما في غير 2 3 قالوا لي جاهزين، وين الباقيين؟ نحن هلا 114 شخص، وين الباقيين يا جماعة؟ كثير حلو. طيب هلا في حد كمان عم بيقول انه انا ما فهمت ايش المطلوب. المطلوب هو انك انت تكتب لي. شوف شلون يا فاطمة، في انت هلا انا مشارك قدامك الشاشة، هاي مكتوب ميزات خدمات السياحة، هاي شركة بتقدم سياحة، بتقدم اشو؟ بتقدم خدمات سياحية. بدنا نكتب المرحلة الأولى اللي هي الرسالة الأولى للعميل، مثلا هل انت رب اسره وحابب تطالع عائلتك سياحه، انت حابب تروح على تركيا وما عم تعرف شلون، اجى الصيف وحابب تطلع سياحه بس كذا، يعني بالطريقه اللي بدكم اياها. فانت بدك تقول له انت عندك هاي المشكله وعندك هذا الاحتياج، نحن بنقدم لك كذا، عندنا شركه فلان بنقدم لك خدمات متكامله، بس ما بدي بعدين تكملوا لي بالخدمات، يعني بدي منكم بس هالثلاث مراحل. هلا بدي منكم تاخذوا استراحة للثمانية وعشرة، بالثمانية وعشرة رح اللي بيحب أثناء الاستراحة يشتغل يشتغل، اللي ما بيحب يشتغل للثمانية وتلت. يعني أنا بالثمانية وعشرة رح نرجع لهون، في عنده سؤال يسأله كذا، ورح نكون أخذين 10 دقايق كمان اللي هي التمرين العملي، يعني روحوا غسلوا صلوا صحصحوا، وبالثمانية وعشرة نرجع ومنبلش أخذ مشاركاتكم، أو منبلش نشوف إيش كنت تكتبوا. 8:30 منبلش ناخذ مشاركاتكم. يلا توكلوا على رب العالمين وقولوا
بسم الله، يلا روحوا على استراحتكم، وبال8:10 بنرجع لنستكمل ونشوف مشاركاتكم. الله يعطيكم العافية يا رب.
والله برافو، في 5 رافعين إيديهم وفي 4 5 بعتين على الشات، صاروا 6 رافعين إيديهم. يلا صدنا، لسه قدامكم 4 5 دقايق يا جماعة.
طيب يلا يا رب، خلونا أول شيء ناخذ الناس الرافعين إيدهم بالتتالي. خلونا ناخذ عبد الله عماد الصبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا أنا بالنسبة لإعلاني مستهدف دول الخليج، وحصريا اللي حابين يقضوا شهر عسل، يعني حلو، العرض للعرسان. يا سلام. طيب نبدأ هلا بألم العميل، طبعا بخاطبهم أنا بلهجتهم. ودك بشهر عسل متردد ومحتار وتدور على برنامج سياحية متكاملة واقتصادية كمان. هلأ اسم الخدمة معنا، لا تشيل هم البحث واستمتع بسفرة العمر. وين اسم الخدمة؟ يعني هو النقطة الثانية، اللي هي معنى معنا لا تشيل هم البحث واستمتع بسفرة العمر. ممكن شوفون واستمتع بسفرة العمر بخدمات، على سبيل المثال بباقة من الخدمات المتكاملة، خدمات السياحين المتكاملة تمام. مثلا. بداية الفيديو كتير حلوة، الله يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك. الله يعطيك العافية. هاتنا نشوف أحمد عبده أخرس، تفضل فتحت لك المايك. هلا أنا الشيء بدي أحكي عن السياحة للرحلات لاستكشاف الطبيعة والمناطق التاريخية. هاي رح نبلش بالأول، إذا كنت من محبي رحلات استكشاف الطبيعة والمناطق التاريخية، الآن ومع قدوم فصل الصيف نوفر لكم رحلات سياحية متميزة لاستكشاف الطبيعة والمعالم الأثرية والتاريخية في كافة أنحاء تركيا بأقل التكاليف وأفضل الخدمات، حيث أنه يتوفر لدينا سيارات ومعدات مخصصة لرحلات الاستكشاف مع فريق متكامل لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى وجود أماكن مخصصة ومهيئة للعائلات. لا ممكن هذا الشأن. تفضل. بس شوي عتلي من الأول. أنا بدي بس أول كم أول فقرتين ثلاثة، ما بدي كل شيء. تمام. إذا كنت من محبي رحلات استكشاف الطبيعة والمناطق التاريخية، حلوة هاي. الآن ومع قدوم فصل الصيف نوفر لكم رحلات سياحية مميزة لاستكشاف الطبيعة والمعالم الأثرية والتاريخية في كافة أنحاء تركيا بأقل التكاليف وأفضل الخدمات. خلاص الله يعطيك العافية. لحد الآن الله شوي يعطيك. بنكمل بقى الفيديو. تمام. جميل، أنا بدي منكم تلاحظوا نقطة، إنه شوفوا البدايات اللي حد الآن سمعناها بتخلينا نفهم إنه إيش الشيء اللي هاي الشركة بتعمله ومين الجمهور، يعني المستهدف بقصد. طيب الله يعطيك العافية. سميرة هات لنشوف، تفضلي. فتحت لك المايك. ما عم نسمع الصوت سميرة. ما بعرف، الصوت ما واضح أبدا، يعني ما في صوت أصلا. طيب سميرة ممكن ناخذ مشاركتك شوي تاني، لأن بصراحة ما عم نسمع الصوت. محمد ياسر تفضل، فتحت لك المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية رح أبدأ بالعنوان. هل تريد قضاء وقت أكبر مع عائلتك في إجازتك السنوية بعيدا عن المشاغل اليومية؟ لا تبحث كثيرا عندما ترى هذا الإعلان، فنحن صممناه خصيصا لحل مشكلتك، حيث أننا قادرون على اختصار الوقت عليك وتأمين سفرك إلى أجمل غابات العالم في طرابزون تركيا، لتنعم بهدوء مع عائلتك ضمن برامج سياحية مدروسة من مختصين. ما عليك إلا التواصل عبر الواتساب، طبعا في بقدر استعرض على الخدمات وهيك ما كتبتها. أنا لا بدي بس الأول، يعني أشوف أول، لأنه هذا الكلام صار كتير طويل، ممكن تعدلي إياه من البداية.
من البداية بدأنا بهل تريد قضاء وقت أكبر مع عائلتك في إجازاتك السنوية بعيدا عن المشاغل اليومية؟ شوف، لقلك شغلة، البداية حلوة بس شوي طويلة، يعني بعيدا عن المشاغل اليومية إضافية بتحسها، نقدر يعني إذا نستغني عنها. سمعنا نقدر نستغني عنها. هون يعني أنتوا عم تكتبوا هلأ، خلينا نقول أنتوا هلأ عم تكتبوا الشيء الابتدائي، فلازم الواحد يطلع بيراجع. طيب، فإذا استغنينا عنها كمل. لا تبحث كثيرا عندما ترى هذا الإعلان، فنحن صممناه خصيصا لحل مشكلتك، حيث أننا قادرون على اختصار الوقت عليك. هذا جزء من شوي الجملة. كمان كمان، هي هون هاي المشكلة، إنه كمان في شوي طولي، ما بعرف إذا أنت هيك حاسس. إيه هلا شوي، بس ما قدرت يعني صراحة اختصر أكثر من هيك، عم بحاول يعني لاقي صيغة ثانية. بدك تحاول تختصر أكثر، يعني أنا العبارات وصلتني، الأفكار وصلتني على عيني وراسي، بس أنا بالمقابل بدي اختصار أكثر من هيك. اوكي تمام، طيب، الله يعطيك العافية يا رب. الله يخليك. خلونا ناخذ جميل، تفضل يا جميل. السلام عليكم، وعليكم السلام. يعطيك العافية. صوتك شوي غميق، يا ريت تعلي صوتك بس. تمام، هيك أفضل. ايه، أفضل بشوي. يعطيك العافية. طيب، بالنسبة لي حيكون البرنامج يعني سياحة معرفية أو سياحة استكشافية. هنقول، هل مللت من السياحة التقليدية؟ هل تبحث عن برامج سياحية مليئة بالمعرفة والاستكشاف والمغامرة؟ مع أفضل الخدمات والأسعار، استمتع بأفضل الرحلات السياحية وأفخم الخدمات، وطور نفسك مع شركة التطور للسياحة. حلو كتير. حضرتك معلق صوت شيء ولا بس عندك خامي حلوة؟ يعني بحاول في بعض الأشياء. ما شاء الله ترى صوتك حلو، لا تقصر باستثماره. شكرا، شكرا كثير. طيب شوف، حلو كتير، بس لو نقصص شوية كلمات ما يلازم نختصرها يعني قدر كيف مثل شو؟ الإمكان. يعني إذا عدت لي إياها لنمشي فيها هل شوي. مللت من السياحة التقليدية؟ هل تبحث عن برامج سياحية مليئة بالمعرفة والاستكشاف والمغامرة؟ مع أفضل الخدمات والأسعار، استمتع بأفضل الرحلات السياحية وأفخم الخدمات، وطور نفسك مع شركة التطور للسياحة. شوف، مع أفخم الأسعار ممكن نحطها شوي بعد كلمة بعد آخر شيء، يعني عملنا انزياح للأخير بالكلام اللي أنت كاتبه. أي وحدة؟ أفضل الخدمات والأسعار؟ تمام، أفضل الخدمات والأسعار منا، لأنك أنت بتنطلق بقى لذكر ميزات خدماتك. أوكي، أنا هون ما ذكرت ميزات الخدمات، نطيت على يعني بعرف، بس الخدمة بقصد نفسها. إنه إذا هاي أنا شلتها حطيتها بالأخير، أنا بعتبره إنه ما من الثواني الأولى، بعتبره من بعدين. أوكي، إذا خلينا نقول طيب مليئة بالمعرفة والاستكشاف والمغامرة، استمتع بأفضل الرحلات والسياحة مع شركة تطور السياحة، مع أفضل الخدمات والأسعار مثلا. مثلا، أوكي، الله يعطيك العافية يا صاحب الصوت الله الجميل. يعافيك، شكرا لك. طيب خلينا نسمع من غيث. تفضل، فتحت لك المايك يا غيث. الرسالة الأولى: سافر واستمتع، غيرك ليس أفضل منك. هي الرسالة الأولى للعميل. طيب، ألم كمل غيث. العميل: بدك تسافر، تحتاج إلى جواز وتذاكر وفيزا وإقامة. بمكالمة واحدة فقط نستطيع تجهيز جميع الأوراق المطلوبة والتأمين مع أفضل الشركات والفنادق، وتوفر الجهد والوقت والمال. طيب شوف يا غيث، الفكرة اللي انت جاي تطرحها انه في ناس عم بتسافر وانت ما عم بتسافر، ليش؟ قوم سافر. هي كفكرة حلوة، لكن بالمقابل طريقة طرحها بدها شوية تعديل. يعني بصراحة أول شيء الكلام كتير طويل، الكلام كتير طويل، كتير كتير، وشوي ما أنه مترابط مع بعض. وحاول محاولة تاني، وممكن شوي أو بعدين ترجع تشاركنا
محاولتك الثانية، أوكي؟ تمام الثاني تمام. الله يعطيك العافية. هاتوا نشوف عمر. تفضل يا عمر. يعطيك العافية. نحن الشركة اللي عندنا اسمها شركة عمران لتنظيم الرحلات في البوسنة. أبلش بإعلان البداية، حابب تطلع من جو العمل وتجرب رحلة فريدة بين أحضان الطبيعة؟ حلك عنا، بنأمل لك كل طلباتك وبنخليك تعيش تجربة رائعة ولا بالأحلام. شركة عمران السياحية لتنظيم أفضل الرحلات في البوسنة، أسعار منافسة وبمتناول الجميع، ومفاجأتنا لشهر حزيران طيب خصم سؤال، 70%. تفضل. الله يعطيك العافية، البداية حلوة ويعني مناسبة، بعدين ممكن نكمل شوي تاني باقي الفيديو. الله يعطيك العافية، شكرا للمشاركة. طيب مصطفى تفضل، فتحت لك المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ببدأ بالعنوان، أنت شخص مغامر وتحب استكشاف الحضارات والأماكن حول العالم، تبحث عن رحلة استكشافية ممتعة، شركتنا خيارك الأفضل. رحلات سياحية حول العالم مع خدمات متميزة ومتكاملة. حلو كتير، عيدها مرة ثانية، خلينا نسمعها مرة ثانية. أنت شخص مغامر وتحب استكشاف الحضارات والأماكن حول العالم، تبحث عن رحلة استكشافية ممتعة، شركتنا خيارك الأفضل. رحلات سياحية حول العالم مع خدمات متميزة ومتكاملة. حلو كتير، الله يعطيك العافية، مناسب جدا بصراحة. الله يعافيك. كمل أستاذ. لا لا، ممكن نكمل فيما بعد، هلا أنا بيهمني البداية بصراحة أكثر شيء. تمام تمام أستاذ، الله يجزيك الخير. بس فصل النت ورجع اشتغل، فخلونا نرجع لعند إحسان. تفضل يا إحسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبدأ بالفئة إلى الراغبين في قضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة أو بين صفحات التاريخ أو بين معالم حضارية حديثة، ويواجهون معاناة في إيجاد أماكن إقامة مناسبة أو في التنقل، أو من يخشى فوات الإجازة دون الوصول إلى أجمل المناطق. مع اقتراب موسم طيب السياحة خصصت شركتنا السياحية من أجلك أجمل تجربة فريدة يمكن أن تعيشها مع أسرتك وأصدقائك. طيب شوف، بدايتك كانت حلوة كتير بس طولت كتير. ماشي. الجزء الأول كان الاستهداف، الجزء الثاني أنا حطيت المعاناة أو الألم. يعني بالبداية طولت كتير إلى محبي كذا وكذا وكذا وكذا، فهون صارت الطولة. إذا بتجمعهم كلياتهم أو بتختصر منهم وبتنقي الأهم بيكون أحسن. هو اللي لأنه هي البداية، إلا بصراحة البداية كانت حلوة بصراحة. تمام، جزاك الله يجزيكم. عيدة مرة تانية. إلى الراغبين في قضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة أو بين صفحات التاريخ أو بين معالم حضارية حديثة. شوف، بينما ما تقول أو بين ساوية و، يعني جربها بدون أو بين ساوية و. تفضل. للراغبين في قضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة وبين صفحات التاريخ ومعالم حضارية حديثة. شايف شد اختصرت؟ يعني أنت ما حسيت حالك إنه صار الزمن أقل؟ هون نحن عندنا الثواني إلى إمتى؟ تمام. يعني هون لما انت بتقول ثانيتين ثلاثة إلهم قيمتهم بالفيديو،
فانت يعني لما هلا اختصرت ثانيتين ثلاثه انا حسيت انت صرت كثير يعني احسن، بقصد النص. تمام، الله يجزيك خير. بس انا كلماتك المختاره عجبتني كثير، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. طيب خلونا ناخذ ملك. تمام، يعطيك العافية أستاذ. هلأ أنا كاتبة تقريبا سيناريو من 3 مشاهد، مو كذا نقطة مثل ما أنت حكيت، فيني أشرحه؟ هلا فينا ناخذ مثل زملائك مشان ما ناخذ كثير من وقت الباقيين من وقت التدريب والله العام. أني ما حعرف أشرح مثل ما هن قالوا، لأني أنا يعني هيك كتبته، ما بعرف. طيب خلينا نبلش، بس ما ناخذ كثير وقت اذا سمحتي. تمام، هلأ عندي أول مشهد، حيكون في عندي معلم أثري كتير معروف بالبلد، وحيكون في عندي المعلق، حيكون واحد من السياح اللي كان له تجربة مع الشركة، حيحكي هو بصوته. بس أول كلمتين عندي حيكونوا اكتشف عجائب العالم وعاش تجربة لا تنسى، بيتواتر بثانية تعلم واستمتع في عنوان واحد. بعدين بننتقل مثلا الطبيعة، البحر والأماكن الطبيعية المتواجدة، وبدي أضيف التأثيرات الصوتية، حتكون عندي صوت البحر والطيور وكذا. حيكون في عندي يعني مشاهد وهو عم يحكي بتوصف الخدمة، بتوصف خدمة مثلا المنتجعات السياحية أو العلاجات، وكذلك الحجوزات بالفنادق وتسهيلات السفر وكذا. يعني هو حيكون هو كله عم يشرحها بلقطات كتير خفيفة، يعني حتكون لمدة ثواني، وحتكون كمان متبوعة بتأثيرات صوتية. قلت لك مثل مثلا إنه يكون بالسوق، صوت السوق، وكمان حيكون في عندي لقطة مثلا الأذان، بما إنه نحن بنحكي عن دول عربية، وحوضح هاي النقطة إنه هلأ كتير ناس من الغرب تحب تتعلم عن الإسلام. بس يعني طيب ما حلو، في أكتر من هيك. تمام، تركيز الخدمات قلت لك شو هي. هلأ بآخر مشهد عندي بحط بعض لقطات من بعض يعني المسافرين اللي كانوا، كيف كانت تجربتهم مثلا برسم الحنة، بلبس تقليدي، تجربة الأكلات وكذا. فأحسن ما أشرح إنه أنت حتعيش كل هذا وبوظف لك إياه بهاي اللحظات. طبعا فئتي المستهدفة أنا هي بس فئة شباب، يعني الصبايا والشباب اللي بعمروا إنه بحبوا يخوضوا هيك تجارب. حلو كتير. هلا بصراحة هذا مستوى متقدم أكثر من كتابة السيناريوهات، اللي هو إنه أنت عم ترسمي عم ترسمي الفيديو كاملا. يعني أنا قصدي إني ما بعرف شي بالإعلان، أنا أصلا بكتب سيناريو من عمر 18 سنة، لهيك القصة ما زيادة. عليك، هو واضح تماما إنه أنت أي في عندك تجربة سابقة. بس الله كنت يعطيك قلت لك العافية. كيف وظف الباك جراوند للاعلان، هي كتير سيئه عندي. بس هلا افهمك كمان، بدي اوضح لك الشغله، وشكرا كتير لك، انه شغله اني افرض شخصيتي على الاعلان. هلا انا بالافلام ما فيك تفرض شخصيتك، انت بس بتستخدم مهاره تقنيه مثلا المونتاج، التصوير، الاخراج، كذا. بس هلا هون فهمت كيف، انه انا ما بحب حدا يحكي كل الوقت، بحب احس حالي بقلب هي الطبيعه، بقلب هذا المعلم الاثري، لهيك قدرت اوظفها حرفيا هلا بهذه الكتابه. فشكرا. طيب الله يعطيك العافية يا رب. يا مثل ما حكيت لكم، هو زميلتنا عندها في تجربة سابقة، فلذلك هي عندها القدرة إنه تكتب بطريقة مختلفة. وهي هلأ ما عم تكتب فقط السيناريو، هي عم ترسم الفيديو كاملا، وهي هاي مرحلة متقدمة من صناعة المحتوى. يعني هلأ أنا بعملي أنا بكتب بهاي الطريقة، بكتب النص اللي بده ينحكى وبكتب النص اللي بده ينكتب، هو هذا الشيء اللي عم نتعلمه، بالإضافة إنه أنا بكتب اللقطات وأنا بوجه المونتير بشكل كامل. طبعا هاي مرحلة كتير متقدمة، إن شاء الله بتوصلوا لها جميعا. بس هلا نحن بالمرحلة الأولى اللي عم نتعلمها نعتبر كتير وضعنا منيح. شكرا لمشاركتك، بس كتير حلو إنه يعني شاركتي بهذه الطريقة، خلي الباقيين هيك يتعرفوا على شيء شوي متقدم. طيب خلينا نسمع من عبد الرحمن عماد، تفضل، فتحت لك المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة صوتي الله. واضح؟ واضح جدا. تمام. في البداية راح نقول اللي هو أنا من العميل، راح نقول حابب ترتاح من ضغط العمل وتبحث عن أماكن استرخاء وتجديد الطاقة. الحل راح يكون معنا نقدم لك تجربة سفر مثالية لك ولعائلتك لقضاء عطلة مليئة بالأنشطة الممتعة لجميع الأعمار. رائع جدا، وهي حاولت مناسب. اختصر فيها أكثر شيء. لا اختصار جميل، وبصراحة بيوظف الفكرة، وأنا وصلني. أنت إيش بدك تحكي بالكامل؟
تمام، الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعطيك العافية يا رب. آمين. طيب خلونا ناخذ أحمد، أحمد إسحاق لازم. فتحت لك المايك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عطلتك الصيفية معنا ألذ وأمتع. حان وقت عطلتي الصيفية ولا تدري إلى أين تتجه. مدخراتك قليلة، لا تفي بالغرض، لا تقلق. شركة ناقلين السياحية تتيح لكم رحلات ترفيهية إلى أجمل البلدان وأكثرها تألقا في مجال السياحة. رحلة تستمر لشهر كامل، تجوب من خلالها يعني البحار أنا والأنهار. بس ممكن ترجع تعيد من الأول؟ يلا. أنا كتبت باللغة العربية الفصحى، تريد أقرأ بالعامية؟ ما هي لا، مشكلة. إلا شلون؟ لا لا تفضل. كل طيب. الأحوال بسيط. عطلتك الصيفية معنا ألذ وأمتع. حان وقت العطلة الصيفية ولا تدري إلى أين تتجه. مدخراتك قليلة، لا تفي بالغرض، لا تقلق. شركة ناقل السياحية تتيح لكم رحلات ترفيهية إلى أجمل البلدان وأكثرها تألقا في مجال السياحة. حلو رحلة كثير. تستمر لشهر كامل. ثواني، شوف انت الالم اللي ركزت عليه هو الالم المالي، انه هو عنده احتياج، انه حابب يطلع سياحة ومدخراته المالية مانا كثيرة. نحن بنقدم لك رحلات سياحي، بس هون انت لازم ترفق انه نحن بنقدم لك رحلات سياحي باسعار مناسبة، لانك انت بالاول ايش عم تقول له؟ انت ما معك كثير مدخرات، فنحن في عندنا رحلات سياحي لاماكن مناسبة بأسعار مناسبة. بينما أنت لما قلت له إن إحنا عندنا رحلات سياحية للدول الأكثر تألقا، فأنا إذا ما قلت لي بأسعار مناسبة أو بأسعار يعني مخفضة أو كذا، فرح أقول شلون؟ طيب أنا ما معي مدخرات وهو بده ياخذني على أفخم الدول. فهمت علي شلون؟ نعم. بس إنه هاي هي النقطة اللي حبيت أنا أقول لك عليها. الباقي الكلام اللي أنت كاتبه هو تفاصيل الخدمة نحكي فيه بعدين، لكن بدايتك حلوة مع تصحيح بعض الكلمات. يعني أنت رجع قرأ النص وحاول تستبدل بعض الكلمات بمصطلحات تانية تكون هيك، مثلا مثل كلمة مدخراتك. لا شو قلت أنت؟ مدخراتك قليلة، لا تفي بالغرض. لا تفي بالغرض، حاول تعدلها. هاي بس هاي، الباقيات حلوات. يعطيك العافية، الله يعافيك يا رب. يعني مشان ما نحسسه بالدوني للمتلقي مو أكثر يعني. طيب خلونا ناخذ مشاركة مريم، تفضلي. مريم أنا فتحت لك المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل ضجرتم من الجلوس في المنزل وتأملون بأن تصنعوا ذكريات جميلة مع عائلتكم في العطلة الصيفية؟ لدينا تجدون الحل. شركتنا تتيح لكم رحلات لأجمل الأماكن في تركيا وخدمات كثيرة بسعر مغري للغاية. حلو كتير، بصراحة حلو. بس إذا ممكن ترجع تعيدي مرة ثانية. أعيد من أول. أي من الأول. هل ضجرتم من الجلوس في المنزل وتأملون بأن تصنعوا ذكريات جميلة مع عائلتكم في العطلة الصيفية؟ لدينا تجدون الحل. شركتنا تتيح لكم رحلات لأجمل الأماكن في تركيا وخدمات كثيرة بسعر مغر للغاية. طيب شوفي، كثير حلو. وأنا الشيء اللي حبيته إنه أنت الظاهر قرأت شوي عن الموضوع أو سمعاني عن أهمية الرحلات السياحية في صناعة الذكريات، إنه هو يعتبر موضوع كتير مهم. ما بعرف أنت هاي المعلومة منين جبتيها، أي معلومة؟ معلومة صناعة الذكريات، يعني هاي الجملة أنت منين جبتيها؟ غالبا بالإعلانات اللي بنشوفهم، يعني تكون يعني
صناعة الذكريات مع الأهل وهيك مهمة. شوفوا يا جماعة، بدي أحكي لكم شغلة كتير مهمة. الكلام اللي هلأ حكيته زميلتنا كتير كتير حلو، تعرفوا ليش؟ لأيكم ليش؟ لأنه هو يمس أو يصب في صلبها الرحلات السياحية، موضوع صناعة الذكريات مع العائلة. موضوع صناعة الذكريات مع العائلة يعتبر هو من أهم الشغلات اللي هي مرافقة للرحلات السياحية. فهون النقطة اللي حابب أقول لكم إياها، إنه أنت كل ما قرأت أكثر عن الموضوع اللي أنت جيت تكتب عنه سيناريو، كل ما عرفت تبدع أكثر. يعني أنا بدي أشكر زميلتنا على هاي اللفتة، لأنه هي كثير مهمة. وهون بالمناسبة خلونا هيك ناخذ بريك سريع نستفيد منه كلياتنا. يقال انه قبل ما نسكر، الله يعطيك العافية مريم، شكرا لمشاركتك، جميلة جدا بصراحة. يقال يا جماعة انه في اكثر شغلتين بيسببوا لك سعادة مستدامة في حياتك، شغلتين بيسببوا لك سعادة مستدامة، اللي هن اول شيء تعلم مهارة. شلون يعني؟ يعني انت اليوم اذا تعلمت مهارة جديدة، فأنت رح تشتغل، رح تجني مال، هذا المال رح يساعدك إنك تشتري أغراض، تتزوج، تشتري سيارة، تضل طول حياتك عم تستفيد من هاي المهارة وبتصنع سعادة لنفسك. فهاي التعلم المهارة بيسبب لك سعادة مستدامة مستمرة. أي واحد. الشيء الثاني هو صناعة الذكريات مع الأهل والأصحاب. يعني الرحلات والطلعات والأعداد والعزايم إلى آخره، هاي بتصنع لنا ذكريات مع رفقاتنا، مع أهلنا، مع أصحابنا، مع أحبابنا. فأنت لما بتتذكر هاي الطلعة لو بعد 20 سنة، أنت بترجع بتملك شعور السعادة. يعني أنت اليوم إذا بتمسك صورة عمره 10 سنين لطلعة أو لرحلة أو لقعدة مع أحدهم عمره 10 سنين، بتشوفها بتتذكر الأحداث الحلوة وبترجع بتكون سعيد مرة تانية. فشوفوا شلون. يعني هي هيك، خلونا نقول خارج سياق التدريب، حبيت هيك شارككم هالمعلومة. بنرجع لنقطة إنه شوفوا شلون، أنت لما بتقرأ أكثر عن الموضوع اللي أنت عم تكتب عنه بتصير بتعرف تبدع أكثر بالكتابة. فهاي نقطة مهمة لازم تعتنوا فيها. طيب خلونا ناخذ مشاركة إيمان، تفضلي يا إيمان. يعطيك العافية أستاذ، الله يعافيك يا رب. الله يخليك يا رب. هلا أستاذ، صراحة أنا ما كتبت، بس كتبت عنوان فقط. بس أنا بدي أنبه على شغلة، إنه أنا صراحة عندي هواية التصوير، كنت مباشرة بموضوع صناعة المحتوى، بس بسبب سفر وظروف وهلا استقريت إن شاء الله. إيه بس هلا أنا مثل ما قلت لك أستاذ، انه اهم شيء عندنا الذكريات، فانا بدي ركز. رح ابعث لكم هيك مقطع من تصوير اول امبارح صورته، فهذا دائما بحس انه لازم مثلا يكون بكل فيديو فيها في هيك شيء صورة، يعني مثلا يعني دائما تكون للذكرى، تكون دائما في للذكرى. طبعا هلا بالنسبة خصوصا لموضوع السياحة، هو موضوع مهم كتير بالنسبة للذكريات والتصوير. أنا بيهمني في إنه أنا مثلا بدي أصور بنفس المكان يلي أنا بدي أخذ لعنده السياح، وممكن ألقي تعليق صوتي يعني بهذا الشيء. ممكن أكيد، يعني ممكن تكون بداية الفيديو هيك. أي هلا أنا بس كتبت عنوان أستاذ، كتبت عانق الطبيعة والتاريخ معنا. حلو، يعني هذا عنوان الفيديو قصدك. ايوه هذا بس هيك كتبت اول شيء، يعني عانق الطبيعة والتاريخ معنا، وبعثت لكم فيديو بتعليق صوتي يعني بس مشان انه تنبهني اذا في شيء اخطاء. صورة يعني تصوير فيديو عادي وتعليق صوتي عليه، يعني هيك بس شاعري شوي هو. ايه ف ما بعرف انت وين بعتيه. ثواني والله استاذ، بعتت رابط لإله بعت 10 ايه ليكو، هذا هو.
بعتي مرة تانية يعني؟ ثواني بالله. ما صار مو بعيد كثير لكم. اللي هو رابط فيسبوك. رابط، اي رابط فيس. طيب خليني اشوف افتحه. سامعني؟ هلا هو الفيديو بصراحة فيديو نعم، ما نوع إعلاني، ما نوع إعلاني تسويق، إيه مو يعني إعلان. نحن أيوة عم فهم. نحكي فيديو إعلاني. هلا العبارة اللي أنت كتبتيها كعنوان رئيسي للفيديو حلوة، ممكن تنتقي منها بكتابة الأشياء اللي اتفقنا عليها. تمام. يعني نحن هون عم ناخذ الشيء الإعلاني، بس هاي الفكرة. ايه بس ايه هو ما عم اقول لك، الواحد باوقات يعني بيقدر يوظف كل شيء. مثل ما قلت لك بيهمنا الصورة اهم شيء، وكتبت عانق الطبيعة والتاريخ معنا، وكمان ممكن ينكتب للصيفي معنا معنا. ممتاز جدا. إذا ممكن أنت تكتبي لنا باقي الأشياء المطلوبة وتشاركينا فيهم لاحقا بيكون جدا ممتاز. الله يعطيك ماشي، العافية. شكرا استاذ. الله يعافيك. عنا محمد، تفضل يا محمد. فتحت لك المايك، رفع إيدك. السلام عليكم وعليكم السلام. لكل المهتمين بسياحة جميلة ونظيفة. تسر الأهل والأسرة والأولاد. تمتع بسياحة آمنة منوعة وبأسعار مناسبة للجميع. مؤسسة تطور للسياحة وجهتك الحقيقية. والله كتير حلو، الله يعطيك العافية يا رب. يعني هيك فورا انت دخلت في صلب الموضوع وعطيت الرسائل اللي لازم تنعطى. الله يعطيك العافية. حياك الله. طيب حسن، وبعده نهى، وبعدين بنشوف اللي بعتولنا على الشات. الله يعطيك العافية أستاذ. لا بالنسبة لي أنا بعته على الشات، بس راح أحكي كمان. أتت العطلة الصيفية وموسم العطلات والرحلات بعد عناء العام الدراسي والعمل، وتريد أن تحصل على أجمل رحلة سياحية لك ولأولادك إلى تركيا الساحرة بطبيعتها وحضارتها وثقافتها، والحصول على أفضل تجربة. تخلص من عناء التفكير والتخطيط، ما إلك غير شركتنا الرائدة والمتميزة، شركة تطوير. طيب معلش تعيدها بس أبطأ بشوي. أنا يعني شوي مطول النص، لازم كنت أختصر منه شوي. إيه أتت معلش العطلة فيه. يلا أتت العطلة الصيفية وموسم العطلات والرحلات بعد عناء العام الدراسي والعمل، وتريد أن تحصل على أجمل رحلة سياحية لك ولأولادك إلى تركيا الساحرة بطبيعتها وحضارتها وثقافتها، والحصول على أفضل تجربة. تخلص من عناء التفكير والتخطيط، ما إلك غير شركتنا الرائدة والمتميزة، شركة تطوير. ايه هو بعدين أنا مثل ما أقترح قلت انت، الخدمات. شوي شو اسمه مطول الكلام. لو نختصر منه يعني مثلا بدال تركيا الساحرة والرائعة وكذا وكذا، خلاص نقول تركيا الساحرة فقط على سبيل المثال. تمام. ممكن تعيد صياغته وتشاركني فيها بالجلسة القادمة او لاحقا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا. تفضلي نهى، السلام فتحت لك عليكم، إن شاء المايك. الله تكونوا في خير وعافية. وعليكم السلام. طيب، حابب تعيش تجربة منظر من فوق الطائرة؟ حابب تاخذ نقاهة من ضغوطات الحياة؟ إليك أفضل الباقات السياحية لدينا لأجمل الأماكن السياحية في العالم. حلو كتير، عيديه والله مرة تانية. حابب تعيش منظر من فوق الطائرة؟ حابب تأخذ نقاهة من ضغوطات الحياة؟ إليك أفضل الباقات السياحية لدينا لأجمل الأماكن السياحية في العالم. طيب سؤال، ايش فكرة الطائرة؟ هو لأنه في بعض الأشخاص، يعني لأن المنظر من فوق الطائرة، في ناس يحبوا السفر،
يعني إنه تجربة حاجة جديدة في حياته، فكانت هذه الفكرة يعني إنه تجربة شيء جديد. فهمت عليك. طيب هلا شوي انا حسيتها انه ما لها علاقة بالسياق، يعني ممكن هاي انت تحطيها بين الخدمات، الميزات الخدمات، بس انه هي ما حسيتها بصراحة كثير ضمن السياق. بس الجملة اللي بعدها هي كثير حلوة، انه بدك تاخذ نقاهة من ضغوطات الحياة كذا كذا كذا، بس انه هاي الجملة حسيتها بصراحة شوي خارج السياق، بس مو وقتها. أيوة أما طيب الباقي تمام حسيته حلو، الله يعطيك العافية. طيب تمام شكرا أستاذ. يا أهلا سميرة، رجعت لنا، رفعت إيد، الظاهر صار في عنده صوت. تفضلي سميرة. فتحت لك المايك بس ما عندك صوت، ما بعرف ليش. هل تسمعني الآن؟ أيوة، لا بسمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا وعليكم. أستاذ. رب أسرة وترغب أن تسافر أول مرة إلى تركيا وتخاف أن لا يفهمك أحد، نوفر لك الدعم والمساعدة المستمرة وتجربة سياحية فريدة. حلو كتير، يعني كتير واضح ومباشر. بس ليش قلت تسافر أول مرة إلى تركيا؟ يعني أنت ليش خصيت هاي العبارة أول مرة؟ المشكل اللغة، يعني تريد أن تسافر إلى بلد ولا تعرف طيب اللغة ليش التركية. أنت حصرتيها بأول مرة؟ بجوز هو يكون مسافر تاني مرة وتالت مرة وما ما تعلم اللغة. يعني أنا يعني حسيت إنه هي ما كتير شو اسمه، انه ما لمبا عطتني، ما حسيت كتير انه مهم انه الواحد يذكر يحطه ضمن السياق، بس كلمة اول مرة. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية يا رب. طيب خلونا ناخذ ياسر اخيرا وننتقل للشات. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله. سمير ما كذا. ارفع ايدك مرة ثانية لأنه مشان افتح لك المايك. طيب لبين ما ترفع ايدك مرة تانية ممكن نحنا نبلش ناخد شو اسمه، ممكن ناخد مشاركاتكم. ياسر يلا تفضل، فتحت لك المايك مرة تانية. فتحت لك المايك، يا ريت تشارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية أستاذ. لا تؤاخذني بس فصل البرنامج عندي. ما هي مشكلة. لا أنا كاتب جملتين. الجملة الأولى، استكشف عالما من المغامرات مع شركتنا السياحية المتميزة، حيث نقدم لك تجربة سفر لا تنسى إلى أجمل المواقع السياحية في العالم. انطلق في رحلة استكشافية مذهلة وأمتع ناظريك بمناظر طبيعية خلابة، استمتع بثقافات متنوعة وتجارب فريدة. بفضل خبرتنا الواسعة وشبكة شركائنا الموثوقة، سنضمن لك أفضل الأماكن للإقامة والترفيه. نحرص على تلبية كل تفصيل من طيب تفاصيل رحلتك بأعلى مستوى من الجودة والاحترافية. طيب ممكن اخترنا تعيد بس أول كام جزئية مو أكثر؟ استكشف عالما من المغامرات مع شركتنا السياحية المتميزة، حيث حلو نقدم كثير. لك
تجربة سفر لا تنسى إلى أجمل المواقع السياحية في العالم، يعني أنت تعتبر المقدمة أستاذ. طيب خلاص هيكي، بعدين ممكن نذكر خدماتنا ميزات بسيطة. هلا في عندك جملة ثانية هي استعد لرحلة حياة مليئة بالمغامرات والاسترخاء مع شركتنا السياحية الرائدة. تمام، كمان بتصير. هدول اللي كتبتهم ممكن أنا هلا، هدول الشغلات ممكن يستخدم شخص يكون عنده تعليق صوتي جميل، الصوت تبعيته والشد على الكلمات يلي بده يلفت فيهم، يلفت فيه النظر للمستمع اللي عم يسمع الكلمات هدول، ممكن يشد على بعض الكلمات مشان يجذب العميل اللي عم يسمع او الزبون اللي عم يسمع هذا المقطع. طيب بتصير كمان، يعني انه ممكن قصدك ل اشوف اسمه لتعليق صوتي، ممكن جدا. التعليق الصوتي، هو التعليق الصوتي هذا لازم يكون في شخص متمرس يشتغل التعليق الصوتي، يقول هيك نصوص ويشد على بعض الكلمات مشان يجذب الزبائن. يعني في عندك كلمات ممكن يشد عليها برتم عالي رتم واطي بحيث انه ما يشتت المستمع، بنفس الوقت وقت بيشد على كلمات معينة بيعطي أهمية للكلمة اللي بده يقولها. هيك يعني أكيد هاي نظري. شغلة، أكيد هاي مهارة بيمتلكها بعض الأشخاص، هو بقى بيحدد الكلمات وهيك أكيد. طيب الله يعطيك العافية على مشاركتك يا ياسر. الله يعافيك، الله يعافيك أستاذ. طيب خلوني آخذ الأشخاص اللي شاركوا على الشات. بداية دكتور طارق بيقول: تمتع برحلة سياحية لمدينة الأقصر تشمل كل المناطق الأثرية بالإضافة إلى رحلة بأسعار زمان. طيب هلا هون إنه صارت كتير 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 مباشرة، يعني إنه أنت تمتع بالرحلة السياحية لمدينة الأقصر تشمل كل المناطق الأثرية، بيلزمها جملة قبلها، بيلزمها جملة قبلها اللي هي على مبدأ الشيء اللي كانوا عم بيحكوه الشباب والصبايا، اللي هي إنه على سبيل المثال مثلا غوص معنا في التاريخ، رحلة مثلا، يعني إلى آخره. هي جملة صح بس بيلزم جملة قبلها بس مو أكثر. اللي بعدها بيقول: أتريد إضاعة مزيد من الوقت في البحث عن رحلة مناسبة لك ولعائلتك؟ نضع خبرتنا في السوق التركي بين يديك، وبالتجربة رائدة تكلم عنها الكثيرون، عبر رحلات شاملة تعنى بالخصوصية والثقافة العربية. كتير حلو، يعني أنت ما بتريد إضاعة المزيد من الوقت في البحث عن رحلة مناسبة، نحن بنحط خبرتنا بين إيديك في العالم التركي لكذا كذا. حلو كتير محمد بكور، شكرا لمشاركتك. مصطفى بيقول: مليته والأولاد ضاجوا، مو مشكلة، نحن بنجهز لكم عروض سفر متنوعة مناسبة للجميع، ابعت رسالة يوصلك كل العروض اللي تختار اللي يناسبك. كتير حلوة ومختصرة ويمكن معبرة انه فعلا هذا ألم العميل، انه انتم ملانين، ممكن تقولوا انه يعني فعلا في ملل والاولاد ضايجين، هو يعتبر هذا ألم من آلام العميل، يعني فكرة حلوة بصراحة، الله يعطيك العافية. أسامة عم بيقول: لمحبي الطبيعة وجمال الأماكن القديمة والتاريخية نقدم لكم مجموعة رحلات سياحية متميزة. حلو كتير، مباشرة وسهلة وواضحة. حسن عم بيقول: أتت العطلة الصيفية وموسم العطلات، وتريد أن تحصل على أجمل رحلة سياحية والحصول على أفضل تجربة. شوف هون حاول تختصر شوي، يعني بدل وتريد أن تحصل على أجمل رحلة سياحية والحصول على أفضل تجربة، شيل والحصول على أفضل تجربة، اتركها على أجمل رحلة سياحية. والتخلص من عناء التفكير والتخطيط ما إلى غير شركتنا الرائدة والمتميزة، حجوزات فنادق كذا كذا إلى آخره. حلو كتير، بس مثل ما قلت لك إنه تختصر بس هالكلام كلمي حتى تصير مختصرة أكثر. البعد عم بيقول: أحمد، عطلتك الصيفية معنا ألذ وأمتع. حلو، حان الوقت ثواني ضاعت، حان وقت العطلة الصيفية ولا تدري إلى أين تتجه. هاي قرأناها وقتها، قالنا إياها أحمد
وفعلا شو اسمه تناقشنا فيها. في عنا أمل عم بتقول بدأ الصيف وبدأت معه الرحلات السياحية، لتكون رحلتكم مميزة يملأها التحدي والمغامرة واكتشاف أماكن جديدة، ما عليك إلا الاشتراك معنا في برنامجنا السياحي المميز كذا كذا، كتير حلوة كمان مناسبة. فورا أعطيتيهم يعني الشيء اللي بدنا إياه. طيب خلونا نشوف كمان إذا في مشاركات تانية. باسمة عم بتقول الصيف على الأبواب. ثواني وينه؟ ضاعت شوي، عم بتعلق المحادثة. الصيف على الأبواب والعطلة قربت، بس ما بقى تبعته على الشات لأنه عم ترجع الشات بتضيع منك مرة تانية، بس خلونا نقرأ شوي. الصيف على الأبواب والعطلة قربت، حابب تفاجئ العائلة برحلة شيقة إلى تركيا وتستكشف المناطق السياحية فيها؟ نقدم لك رحلة رائعة على مناطق سياحية كذا كذا، كتير حلوة يا باسمة، الله يعطيك العافية يا رب. طيب تعال نشوف، عمر أخذنا مشاركته، عمر أخذنا مشاركته، محمد أسامة، موسم الإجازات بدأ ولا تعرف أين تذهب، معنا بالتأكيد ستجد الوجهة التي تناسبك، كل ما عليك فعله أن تتواصل معنا. كثير حلوة يا محمد، مختصرة وواضحة جدا. طيب خلونا نشوف اللي بعدها، هل لديك فكرة عن المواقع الأثرية وتريد أن تعرف قصتها؟ دليلنا السياحي يدخلك على أعماقها التاريخي. طيب هون، هل لديك فكرة عن المواقع الأثرية وتريد أن تعرف قصتها؟ دليلنا السياحي يدخلك على أعماقها التاريخي. طيب وين؟ بدك تذكر له أين مواقع أثري، في مصر، بالأندلس، بتركيا، حتى يعرف حاله انتوا وين تشتغلوا. طيب عاد الصيف، مبتدئ وعدنا بكم على أجنحة السفر والمغامرة. عاد الصيف موعدنا بكم على أجنحة السفر والمغامرة، لكل الباحثين عن أماكن جديدة حول العالم بأسعار مناسبة، نحن معكم، كونوا معنا. كثير حلو يا طه، كمان يعني لفتة كلمات حلوة بصراحة. حسان عم بيقول أتت العطلة الصيفية وموسم العطلات والرحلات بعد عناء العام الدراسي، كتير حلوة هاي، بعد عناء العام الدراسي، يعني إنه جديد بصراحة. والعمل، تريد أن تحصل على أجمل رحلة سياحية لك ولأولادك إلى تركيا الساحرة إلى آخره. كتير حلوة يا حسن هاي، بعد عناء العام الدراسي، وهيك فعلا كمان تعتبر جديدة. طيب جولات سياحية والنسرين عدول، احجز رحلتك الآن واستمتع بأفضل العروض السياحية، نحن نسعد بتوفير برامج سياحية مناسبة لاحتياجاتكم وميزانياتكم كذا. كثير حلو كمان يا نسرين، الله يعطيك العافية يا رب. طيب هاتوا لنشوف مين كمان مشاركنا. دلال عم بتقول حابب تقضي إجازتك تركية، كتير واضحة، بدك تريح بالك بشيء منظم ومناسب للعائلة، كمان كتير حلوة. شركتنا بتقدم لك برامج سياحية مثالية بتلبي جميع احتياجاتك. كتير كتير حلوة يا دلال، واضحة وفعلا مناسبة، الله يعطيك العافية يا رب. غسان عم بيقول فرصة للمقيمين العرب في تركيا ممن يتقنون اللغة العربية، انضم إلينا وحقق أرباح من خلال السفر معنا عبر المدن التركية، شاركنا بالترجمة للسياح العرب وكن مرشدا وتمتع بميزات السياح أيضا. والله يعني هاي فكرة جديدة وخارج الصندوق طاولة يا غسان، الله يعطيك العافية يا رب. علا عم بتقول ابتعد عن الروتين واستمتع بالمغامرة معنا، كثير حلوة، استكشف الإرث الثقافي والتاريخي في العديد من الوجهات السياحية الممتعة، كمان كتير حلوة، وتذوق المأكولات، تعرف، احجز رحلتك إلى آخره. يعني كمان كتير كتير حلوة يا علا، كمان تعتبر لفت جديدة هاي بصراحة. هاتوا نشوف نيلا عم بتقول عطلة العيد قربت وأكيد حابب تقضيها ببلد حلو وترفه عن نفسك، كمان كتير حلو،
وبدك تزور أماكن جديدة وما بتعرف فيها شيء، شركتنا هي دليلك الشامل. نحن اليوم بنقدم لك خدمة سياحية والله كمان كتير حلوة صدقا، يعني فعلا كلماتكم عم بحبها عن جد. طيب الحارث عم بيقول عندك إجازة ونفسك تقضي أسعد الأوقات وتسافر إلى أجمل البلدان، وقتك محدود وتريد تأشيرة في أقرب وقت، ما عليك سوى شركة تطور لديها الحل إلى آخره. كمان كتير كتير حلو يا الحارس، يعني أنت هون فعليا كمان عم تستهدف فئة من الجمهور جديدة. عموما بصراحة بصراحة مشاركاتكم أغلبها كانت جميلة، وفعلا حققت الشيء اللي أنا بدي إياه، يعني إنه عرفته تبلشوا بالفيديوهات بطريقة فعلا حلوة ومناسبة. هذا أنا اللي بيهمني. اليوم نحن تعلمنا شغلة جديدة، بجوز هذا يقول لي نحن ما تعلمنا غير نكتب هيك. أنا اللي بيهمني إنه كل شارك اللي بده يشارك قرأنا كتير كلام، أخذنا كتير ملاحظات، في سبيل إنكم أنتم فعلا تكونوا قادرين على هضم هذا الموضوع بالطريقة الفعلا مناسبة. أنا بتمنى إنه أنتم اليوم حسيتوا إنه أنتم فعلا استفدتوا، اتعلمتوا شيء جديد، وأخذتوا الجرأة في كتابة المحتوى الإعلامي. والله يعطيكم العافية، تأخرنا شوي زيادة، لكن كله في سبيل إنه نحن ناخذ كل مشاركاتكم مثل ما قلت لكم، لأنه هو الموضوع كتير أنا بالنسبة إلي حساس ومهم في صناعة المحتوى اللي هو موضوع سيناريو الفيديوهات. الجلسة القادمة إن شاء الله رح نستمر بموضوع كتابة الفيديوهات، رح يكون أسهل من اليوم ونتعرف على شغلات جديدة كمان. ابقوا بخير الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله على لقاء، على أمل لقاء بالجلسة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.